السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع من خلال الذكاء الاصطناعي ترفع صورة واحدة، هو يبدأ ان هو يحولها لصورة تانية، يعملها ترانسفير زي ما نشوف مع بعض. الموضوع سهل جدا وبسيط، مجرد صورة وهو يبدأ يعمل عليها الحركة. طيب خليني اقول له ان انا عايز اعمل جوين، ودي صورة كنت عملتها قبل كده. تمام، اخترت الصورة بتاعتي وقلت له احولها لشخصية اخرى. الموضوع سهل جدا وبسيط، مجرد ان انت تديله الصورة وتختار الحاجة اللي انت عايز تحول ليها، وممكن بعد كده تضيف اغنية او صوت او اي حاجة. طيب خلينا نضيف اي صورة. مثلا عايز تحول صورتك لهاري بوتر، او عايز تحول الصورة دي لأي صورة تانية. تمام، اخترتها، هتقول له كونتينيو، وبرومت بقى بتقول له مثلا عايز شخصية مثلا لطيفة، عايز شخصية سيكريت جاردن، اي شخصية انت عايزها، وتقدر تكتب تكست زي ما انت عايز، يعني مش مرتبط بدول، بس كونتينيو. وبعد كده بقى بتختار الستايل اللي انت عايزه، وتختار الارت ستايل، كل اللي انت عايزه، وتقول له كونتينيو، وجنريت يبدأ يكون لك الصورة اللي انت عايزها، فبيبدأ يعمل لك الفيديو بالشكل دوت.